هو لو رجعنا بالصورة يعني بعض الخطوات وننظر إلى هذه الليلة وفكرة هذه الليلة، نرى أنها ليلة العيد، عيد في الأرض وعيد في السماء، عيد لتاريخ علاقة الأرض بالسماء، وعلاقة الأرض بالسماء مربوطة بالوحي، فهذا عيد الوحي. الملائكة تتأهب فترة طويلة لهذا اليوم، تنزل الملائكة بإذن ربهم، منتظرين إذن حتى ينزلوا، فأهل السماء يرتقبون هذا اليوم وأهل الأرض ينتظرون هذا اليوم لتحدث هذه العلاقة، ورب الأرض والسماء يوزع فيها الهدايا وينشر فيها السلام ويعطي فيها الجواء سبحانه وتعالى. وبالتالي كل المخلوقات تتأهب لهذه الليلة، كل المخلوقات، الأرض تملأ بالملائكة والسماء تفتح أبوابها والصالحون يطرقون تلك الأبواب والنفحات تتنزل والهدايا توزع والثروات العطايا الكبرى توزع من ملك كريم سبحانه وتعالى. أقل ما فيها ليلة مقدارها بألف شهر كما قال شيوخنا الكرام للتكثير، ولكن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضل الله واسع إذا أعطى أدهش جل في علاه. ولذلك التعامل مع هذه الليلة أنها ليست مجرد ليلة لبعض العبادات أو لبعض المناسك، هي حالة خاصة، هي استشعار خاص، هي علاقة خاصة، هي تفاعل مع الله سبحانه مع دينه، ليست فقط طول القيام ولا طول القراءة ولا طول القرآن، ولكن هي إقبال عليه سبحانه، محبة له، يعني أن يتوثق الإيمان حقيقة مع الله سبحانه وتعالى، انتقالة قلبية أكثر من انتقالة شكلية، انتقالة نوعية مع الله سبحانه وتعالى، علاقة بالملائكة، علاقة بمناسبة هذا العيد هو القرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر، ولذلك قبل ذكر ليلة القدر ذكر القرآن، لنعلم أن مناسبة هذا العيد إنما هي محصورة بداية في القرآن، وبمناسبة نزول القرآن نزل الروح، لأنه لا ينزل إلا في هذا العيد جبريل عليه السلام، وبمناسبة الروح وبمناسبة القرآن وبمناسبة نزول الملائكة كان هذا الخير العميم للأمة كلها بتنتظر هذا اليوم.